بدي روح للموضوع الثاني حول إلغاء المادة 522. حضرة النائب إلي كيروز، المادة 522 هل تعتقد أنه حمل المرأة أم حماها في مادة، ويعني حمل الـ ما بدي أقول المغتصب، المرتكب في مواد أخرى؟ أكيد المجلس النواب اللبناني بالقرار يلي أخده بخصوص 522 ألغى 522 بشكل يعني قصت الإلغاء، صار في تقسيط أو تجزئة للإلغاء، ألغى مفعول المادة في بعض الجرائم يلي لها علاقة بجرائم الاعتداء على العرض، وخلى مفعول المادة على بعض هذه الجرائم وأهم جريمتين. أول شيء المادة 505 بالفقرة 3 يلي هي جرم مجامعة قاصر عمره بين 15 و18 ضل مفعول المادة، والمادة الثانية اللي أبقى فيها على مفعول المادة هي المادة 518 يلي لها علاقة بوعد بإغواء فتاة بوعد الزواج مع فت بكرتها. بهول المادتين أبقينا على مفعول المادة 522. نحن هلأ بالتعاون مع قوى سياسية تانية عم نحضر اقتراح قانون تنرجع نعدل ال 505 من جديد ونرجع نعدل ال 518 من جديد. سيدي رباب، برأيك 522 حمل المرأة؟ طبعا إلغاء المادة كان ارتباطا مع العرف، مع العرف والعادات والتقاليد بعد الطرفين والتراضي بعد الحالة، لأنه حركة أمل هي مع إلغاء هيدي المادة لأنه بيتعدى على المرأة كإنسان، وإيمان حركة أمل بالمرأة كقضية إنسانية التي نادى بها مؤسس حركة أمل الإمام الصادق. فهيدي إلغاء العقوبة معناته هيدي العقوبة بحد ذاته قبل ما يتم إلغاءها معناته نحن هيدي بهيدي المادة عم نتعدى على المرأة كإنسان، على كرامتها، على شرفها، على عرضها، على بيتها، مع إلغاء حميها. دكتور عمر حوري، حول هذه المادة لو سمحت، أنتم كقوى سياسية يعني اتهمتوا من مجتمع مدني، ما راح أقول نسائي، مجتمع مدني ككل من الرأي العام، أنه أنتم هون عم تحموا المرتكب، يعني حميتوا المرأة من الاختصاص فقط لكن في أمور أخرى ولم تحموا القاصر من هذا التحرش الخطير. ما تم حتى الآن هو أفضل الممكن في هذه المرحلة، لأنه ما ننسى في بعض التعقيدات متعلقة ببعض القناعات ربما الدينية. أنا بعتقد لهالمرحلة مثل ما قال زميلنا الأستاذ إلي هي مرحلة جيدة للي وصلنا لها هلأ، بده يستكمل هالنقاش هيدا والجهد. ليش إلى علاقة بقناعات دينية؟ هون السؤال دايما نرميها إلى الدين. لا لا، بمعنى ربما مش بس دين، رجال دين أو دين، لا ربما حتى في قناعات اجتماعية كمان، بس حتى من يعني نكون واضحين، ما تم حتى الآن بعتقد أنا أفضل الممكن في هذه المرحلة. الجهد بده يستمر لمراحل لاحقة باتجاه وصولا يوما ما إلى إلغاء هذه. شكرا دكتور. السيزي مايا، 522 لم يحمي المرأة برأيك، ما هي؟ أكيد. أوكي تفضلي. بالنسبة لنا أكيد المادة 522 لم تلغى بالكامل، يعني عنا كان مشكلة كتير كبيرة لأنه مفاعيلها نقلت مثل ما قال أستاذ إلي على المادة 505 و518، واعتبروا أنه القاصر ما بين 15 سنة و18 سنة عبد جامع بإرادتها. من عم بفهم المجامعة هون تعتبر اغتصاب أم لا؟ وهن منزلينا حضرات النواب بالباب يلي هو تحت خانة الاغتصاب. خلوا هن يفسروا لنا ليش المجامعة نازلة تحت باب الاغتصاب إذا هي منا اغتصاب، وليش نحنا تركنا مفعيل 522 بهيدي المادة 505 و518. وحتى لو اعتبروا المجامعة بإرادة الفتاة يلي عبي جامع إذا كان راشد وعبي جامع قاصر ما في هون محاكمة لإله،
وإذا كان القاصر مع قاصر صرنا عم نختلف بالموضوع، بس اللي عم يجامع قاصر وهو راشد وين النقطة يلي ناقشناها بالمجلس النواب؟ أستاذ رومل لو سمحت إذا عندك رأي بهذا الموضوع. وما في قانون إلا ما بيتعدل، يعني بدون يشغل عليه هلا يتعدل القانون، بس هذا الأفضل اللي قدرنا وصلنا عليه. بس أنا عندي مشكلة بالأمر القاصر، إنه شو في فرق بين تحت ال 15 أو فوق ال 15؟ القاصر قاصر. صحيح صحيح. لو واعي كنا بنسمح له ينتخب على القليلة مثلا. بتعطي الأستاذ في مسألة أساسية مطروحة بسياقها النقاش. اليوم القاصر عنده 4 مراحل عمرية، عنده من 0 للـ7، من 7 للـ12، من 12 للـ15، من 15 للـ18. السؤال يلي انطرى علينا بمناسبة التعديل المادي هو هل الفتاة يلي عمرها بين 15 و18 بالنسبة للقانون اللبناني هي قاصر أو لا؟ نحن مصرين على أن قاصر وتستحق الحماية القانونية، مش منا قاصر. وبالتالي مجامعة راشد لقاصر بين 15 و18 تشكل بحد ذاتها اغتصاب.